بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باذن الله هنقيف جلابيه مع بعض، هنضيقها جلابيه جنب واحد، هنوريكم باذن الله يعني ايه ازاي نقيف الجلابيه. اول حاجه طالما الجلابيه انا اول حاجه باخد مقاس الصدر بتاعه وبصفي على الجلابيه من هنا بتاعتي، ونشوف صدره قد ايه. الصدر بتاعه الجلابيه دي صافيه كام معايا؟ الصدر بتاعها اهوت صافي 54، الصدر بتاعه هو عايزها 50، عايز الجلابية 50. طبعا طالما الجلابية جنب واحد يعني الخياطة بتاعتها جنب واحد زي كده، هضطر ان انا لازم السايلتين دول يتشالوا، السايلتين بتوعها هيتشالوا، هشيل السايلتين وارجع لكم ونكمل. انا شلت السايلتين اهوت، بنضف مكاني مكان السايلات اللي انا شلتها، تمام. وطبعا الجلابيه طالما مقاسها كبير هتلاقيها طويله شويه، يبقى انا عندي طول في الجلابيه وواسع في الجلابيه نفسها، لكن الكم عندي مظبوط هضيقه بس. وعندي الجيب طبعا، والجيب طبعا المقاس بتاع الجلابيه كبير، فطالما انا هضيق الجلابيه واديها مقاس صغير كده، الجيب ده كبير قوي يعني شكله كبير، هيبقى شكله وحش. لإلا مثلا اللي جايب الجلابية عايز يقيفها، البنج عنده قليل صدره يعني مش عريض، فبالتالي هنلاقي الجيب هما ضيق من هنا، هلاقي الجيب قرب قوي. فانا هشيل الجيب ده برضو، هشيله بس من ورا من هنا ومن تحت، واخلي الجزء ده هكمل عليه. شيلت انا الجيب اهوت، فكيت زي ما قلت لحضراتكم. اهم شيء في الشغل ده حضرات اني ما ال وانت بتفك كده ما تخليش الجلابيه تتضرب منك. يعني ايه تتضرب؟ يعني الخياطه نفسها وانت بتشد ما تزهقش، بحيث الجلابيه ما يظهرش مثلا لو انا شديت من هنا واتقطعت حته هنا، انا هصغر الجيب هلاقي القطع باقي اللي في صدر الجلابيه، فطبعا وكذلك السيال. الحاجات دي تاخدوا بالكم منها جامد. بعد كده انا الجيب معايا دوت عرضه 13 سنتي اهو، اي نعم هو قانوني بس مع الصدر الصغير ده في 13 ونص، لا انا هصغره شويه عشان الدنيا كلها تبقى ماشيه مع بعضها معايا والشكل العام بتاعه باين، تمام. هشيل منه السنتي ده كده الجزء ده اهو، وهشيل من تحت برضه كذلك الجزء ده، تمام كده. الجيب معايا انا صغرته شويه، هنعمله مع بعض وبعد كده هنقول لكم نعمل ايه. اهو بسم الله الرحمن الرحيم، المشاهدين بتاعنا المشاهدين بتوعنا اللي على القناه بتاعتنا بشكرهم يعني شكر جامد علشان الدعم اللي بيدعموه، ويعني بسأل الله العظيم رب العرش العظيم في الشهر ده ان احنا ربنا يتقبل مننا صيامنا ونكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. احنا طبعا عارفين الشهر ده بنبقى مضغوطين في الشغل جامد، فانا بنتهز اي فرصه اريح فيها في البيت شويه ولا اي حاجه، بكون مجهز حاجه واودي لكم مثلا ايه فيديو حاجة شرح يعني بحيث الكل يستفيد إن شاء الله. وأنا عندي في الجلابية دي زي ما قلنا الجلابية طبعا مقاسها كبير شوية، بس هو طويل الشاب طويل، فبالتالي الكمام بتاعته مظبوطة والطول بتاعها فيها طول. فكينا برضو الديل من تحت ووريكم احنا فكيناه، تمام. والجيب بتاعنا صغرناه شويه بحيث تبقى الجلابيه كلها ماشيه مع بعضها. على نفس النمط الاولاني، التعديل الخفيف بس اللي انا عملته الجيب، ماشي.
علشان في يعني مثلا احنا بنوري فيديو زي كده على حسب طلب المشاهدين ايه، في ناس عايزه تشتغل، ناس عايزه تفتح وتشتغل وعندها المعلومه مش كامله، فاحنا بنوضح كل حاجه ان شاء الله ما نتاخرش عنها اي حاجه. ادي شكل الجيب معانا بقى ايه شكله كده. نخش احنا بقى، ما قلنا الصدر بتاع الجلابيه اللي هو صدر الزبون عندنا 50 سنتي، الجلابيه دي العرض بتاعها 55 سنتي. فانا هقلب الجلابيه كده، الجلابيه دي سوست اهي، هقلب الجلابيه كده وهخلي الصدر، لو السوسته مقفوله زي كده عادي، الصدر او الظهر عادي مش مشكله مش فارقه. فانا هقلب الجلابيه كده وهحدد الواسع بتاعي من اول الكم لحد الجنب تحت، الواسع بتاعي 15 سنتي. حلو، من قدام من هنا من الكم، هخش في الكم بس ايه اشيل منه شويه صغيرين كده بحيث الدنيا تبقى معايا تمام. يجي واحد يقول لي ما اتضايق من هنا بوش كده، ضيق من هنا معاك، اقول له لا. طب الراجل ده مثلا عايز يتوضع ولا حاجه، يجي بص طالما ضيقت من قدام شكلها حلو ولا بس، طب عايز يشمر يتوضع ولا حاجه، يجي يشد الكم لحد هنا تلاقي الكم وقف معاه مش راضي يكمل لحد قدام. فالنقطه دي يعني مش عايزينها تقابلكم شغلنا. انا الصدر بتاعي، قلنا الصدر بتاعي عايزينه 50، لكن حد الجيرو يا دوب خدت منه سنتي بس كده اهوت، عشان الجيرو بتاعي برضه صغير حلو يعني، وبقيس ال 50 سنتي ووسطنهم، بقيس ال 50 سنتي ووسطنهم، ادي ال 50 سنتي اهم، ونمشي على ال 50 سنتي وعلى نفس فتحات السيال القديمه اهوت، علشان هو طويل عندي على نفس فتحات السيال القديمه، وبعمل فرموتوره هنا اهو تمام. طبعا في ناس بتيجي تقوم جايه منططه المكنه بشويه دول كده لحد الفتحه هنا تمام، وتنطط المكنه، وفي ناس بتقوم جايه تقفلها وترجع تفتحها، اي طريقتين عادي، اي طريقتين عادي. انا عن نفسي بقفلها طوالي كده وانزل بيها طوالي واجي مكان الفتحه الثانيه، واقوم جاي مد فرماتوره اخر الفتحه، وانزل بالجلابيه كده بالثيابيه واشوف الواسع عندي كام في الجلابيه من تحت اهوت، الواسع بتاعها كام، لو ساعة 80 تبقى الجلابيه حلوه، علشان الجلابيه حلوه مش محتاجه تضييق خالص من تحت، علشان خطوة الجلابيه يعني هو جايه معايا مش كامله 80 حاجة، فانا هطلع على مفيش خالص من تحت. طلعت على مفيش وجيت هنا عند اخر السياله اللي انا عامل فيها فرماتوره، وبتمد دي فرد كده بالمقص، وعند اول السياله وبتمد دي فرد تاني بالمقص، ورحت شايل الجزء ده كده علشان ما يعمليش زوبعه تمام. بما ان الجلابيه دي بيضه فانا هاخدها معايا سرفله، وانا بسرف للجنب هعمل فتحات في الجنب، هاخد الجنب التاني معايا اهوت زي ما عملت في الجنب دوت اهو، زي ما قلت لكم ما بداتش من قدام خالص علشان الواسع بتاعها 15 سنتي، يكون من قدام علشان خاطر يعرف يشمر يتوضا او يخلع الجلابيه او كده او ما شابه ذلك، بحيث ما تبقاش الجلابيه ضيقه عليه في الطول. طبعا الشويه دي بقى مش فيه مفيش فرماتوره خالص، الغرزه بتبقى واسعه، باجي هنا بعمل فرماتوره عند اخر السياله، وبعد كده بنزل بالجنب بتاعي للاخر زي ما قلنا الواسع بتاع الجلابيه من تحت مظبوط، فانا مش عايز اشيل منه زياده خالص. مهم جدا ان انت تفهم الجلابيه اللي انت هتعمل ايه في الجلابيه. اول حاجه ما انا ما اخدش طوالي وانزل تضييق طوالي على طول والاقي الجلابيه ضيقه معايا من تحت، ما اخدش مثلا اضيق الكم على طول واضيقه من قدام والاقي الكم ضيق معايا من قدام، الزبون مش عارف يشمر الكم حتى يتوضا،
الحاجات دي مهمة جدا في الحضارات، بحيث ان انت اول حاجة تبقى فاهم انت هتعمل ايه في الجلابيه. تاخد شنش على الجلابيه كده او عملية شنش على الجلابيه، هتعرف هتعمل فيها ايه وبعدين تشتغل. طبعا في ناس بتبقى مبتدئه بس يعني لسه المعلومه مش كامله عندها، فبيبدا على طول تريك، يجي ضايق على طول من هنا، يجي يبص يلاقي الكم ضايق قدام، يجي الجيرو مثلا جام ضايق جامد من الجيرو، يلاقي الجلابيه شحطه من تحت الباب جامد قوي كده من هنا، ينزل يضايق من تحت، يلاقي الجلابيه ضايقت قوي زياده عن اللازم، او يسيبها واسعه شويه تبقى واسعه زياده عن اللازم، ما وصلتش للايه للهدف اللي هو عاوزه. كده خلصنا الجنبين الاثنين عشان مع بعض، وهنسرف الجنبين دول بسرعه ونرجع مع بعض كده ونكمل الجلابيه. كده انا سرفلت الجنبين الاثنين اهم، هيجي عند الفتحات بتاعت السياله وبقوم جاي ننظف كده الخيط اللي فيها، والسياله الثانيه نفس النظام اهوت كذلك. بعد ما نظفت السيالتين بقلب الجلابيه كده على الوش بتاعها طبعا. الواحد يعني مش عايز اقول لكم، يعني الناس اللي بتيجي تقول لي انا استفدت كتير ويعني كده للواحد كده على القناه، مش عايز اقول لكم الواحد بيبقى في قمه السعاده والله. يعني الواحد بيبقى مبسوط جدا، بيحس ان هو بيأدي حاجه يعني، او المحتوى بتاعه لحد ما يعني عاجب الناس بطريقه دي. باجي هنا بالمكنه كده بفتح السيلفين فوق بالمكنه. طبعا يا جماعه لازم فرماتوره في السياره في الاول وفي البدايه، علشان المنطقه بتاعت السياره دي فيها حاجات كتير، يحط ايده في جيبه يطلع حاجه، موبايل، محفظه، اي حاجه بيحطها طبعا في سيارته انا هحطها في البيت. فانا في البدايه والنهايه بعمل فرماتوره، دي حاجه اساسيه. بعد ما فتحت الفتحه كده هخلص السياره دي على بعضها، بحيث ان الجنب ده مطلعش منه يخش المكان كله. تمام. بصوا حضرتك، السياله طبعا بتاعتي، السياله دي غير السياله العاديه اللي بنعملها، السياله دي الجلابيه دي غالبا يعني بتبقى مستورده من دول الخليج. باجي هنا في السياله بقوم جايب دي كده، شوفوا الشكل العام اهو، وبقوم جاي حاطط دي موصلها كده. تمام. اول حاجه موصلها كده، واقوم جايب المكنه وأقوم جاي واخدها خط واحد خياطة كده زي ما حضراتكم شايفين بالطريقة دي. السيارة دي بتبقى طايرة من جوه، السيارة عادية زي بتاعتي أهو. وأجي هنا لحد هنا أعمل فرماتورة، بطلع بالمكنة أنا زي ما أنا كده، وأقوم جاي منزل الجزء القداماني ده وأخده ألفه داير موضوع، مع ان انا ابقى عامل حسابي ان البوزه دي بتاعت السياله تيجي في النص بتاع الخياطه بالظبط. وانا بركب السياله كده ما ينفعش يبقى فيها اي يعني كسر من وش الجلابيه من تحت او عبعبه او ما شابه ذلك. لازم الجلابيه، لازم السياله كده تبقى مرتاحه. شوفوا كده بالشكل ده اهو، بريح بايدي اهو، واجي هنا برضو طب هنا وزي ايه اريح بيه، واطلع الطلعه دي بكده. السياله بتاعتي الاولانيه كده خلصت. تمام. اللي ما خدش باله من السياله دي اهو، نعمل له السياله الثانيه بسرعه اهو تاني، علشان لا توقف فيديو ولا ترجع ولا اي حاجة. اول حاجة بعملها بفتح السيالة بتاعتي بالمكنة، الفتحة بتاعتي بالمكنة اهو، فرماتورة في الاول وفرماتورة في الاخر. طبعا الفيديو ده ان شاء الله هنقفل جلابية سعودي كاملة، وهنزل لكم طريقة القص الحشو بتاع الياقة نفسه الجلابيه السعودي بطريقه سهله وبسيطه وحاجه محترمه، يعني حاجه سهل الممتلئ زي ما بتقول. نتمنى فيديوهاتنا والمحتوى اللي بنقدمه يكون عند حسن ظنكم ويعجبكم،
انا طبعا مكرر وبعيد، انا شاكر كل الشكر للناس اللي بتدعمنا على القناه، وبتمنى ان يا رب اكون عند حسن الظن. السيلة بتاعت التانية اهو. الشرح عندنا على القناة يا جماعة يعني كل حاجة بنشرحها. هنخلص الرجالي خالص ان شاء الله. جلابية شعراوي، جلابية سعودي، جلابية بلدي، جلابية سوداني وعماني. بعد كده دخلنا ونزلت برضو فيديوهات القميص والبنطلون القص والتقفيل على القناة الموجودين برضو، اللي هو عايز يعني يشوف ولا حاجة يرجع للقناة يدوس على القناة كده. القناة بتاعتنا اسمها خالد بنفسك، الكلام ده للجماعة اللي هم لأول مرة يشوفونا. قناة تكتب على اليوتيوب كده خالد بنفسك هتلاقيها ظاهرة قدامك على طول مباشرة. وطبعا ما تنسوش الدعم بتاعنا علشان ان شاء الله عاوزين نوصل ل 100,000 مشترك، علشان تشجعونا كده بالدعم بتاعكم دوت، وناخد اليوبيل الفضي. القناة بتاعتنا عمرها قصير قوي قوي، لسه بتكون لسه بنقول يا راجل، فمرش عليها حوالي شهرين او حاجة زي كده وما شابه. وبشكر الناس اللي دعمتنا كده بالطريقة ديت، يعني ما شاء الله الحمد لله، يعني الحمد لله على كل حال. السيلة بتاعتي اهي بقت ظاهرة بالشكل العام كده اهو. انا هنا هفتح السيلة ديت كده من راحة كده. طب هفتحها ازاي ما انت قفلت اهو؟ مش هن برضو ايه، مش هنخبي حاجة او هنداري حاجة او هنكبر دماغنا عن حاجة زي ما بنقول اهو. بصوا كده شدة بس بسيطة كده، وكده كده انا زي ما قلت لكم عامل فرماتورة في الاول وفرماتورة في الاخر. طب انت بتقفل السيالة كده ليه يا ابو يوسف؟ السيالة دي ما انت ما نعمل الفتحة كده وكده من هنا ومن هنا واسيبها مفتوحة واتنيها خلاص. هقول لك السيالة بتاعتي وانا بعمل كده بلاقي السيالة بتاعتي والواحد لابس الجلابية تلاقي السيالة قافلة معاك و100 فل و14 وانت ماشي بالجلابية، لان انا عاملها على المقفول كده. طب لو عملتها على المفتوح هتفتح منك شوية كده، هتفتح منك شوية كده، وخاصة بما ان الفيديوهات بتاعتنا موجهة للشباب والشابات المبتدئ. تمام اهوت، وبنضف السيالة بتاعتي كده. الجلابية بتاعتي باقيلي فيها بس جلابية طويلة من تحت شوية، وانا معلم الطول بتاعها. طبعا دي سهلة بقى، والزبون واقف قدامك كده او واقف قدامك هتتعلمي الطول بتاع الجلابية، و بتدي له ماركة كده على طول الجلابية. الجلابية معايا طويلة، الجلابية معايا طويلة اهي حوالي 3 قريط. طبعا كل ده مش هدخله جوه، هشيل ان انا شوية كده من الواسع بتاع الجلابية دي من تحت اهو اهو. وهاجي هنا على نفس العلامة اللي انا معلمها اهي بالماركة، واجي اقبلها واتني الجلابيه بالطريقه دي. الثانيه بتاعت الجلابيه وانا ماشي ايدي من تحت، ونكرر تاني كل الكلام ده مره واثنين وثلاثه وعشره. ايدك شابه من تحت والثانيه بتديها بس للمكنه بس، غير كده هتلاقي هنا تعمل معاك كسر والشكل العام هتلاقيها عبعبت معاك والدنيا باظت معاك خالص. ايدي شابه من تحت اهي والثانيه بتديها بس، وبحط ايدي سناده كده هتلاقي الجيب ماشي معاك زي السكينه في الجيب او السكينه في الحلبه زي ما بيقول اهو. ادي الجيب ماشي معاك اهو ووراك ما شاء الله زي الفل. تمام. فطبعا الحاجات دي مهمه جدا وانت لسه او انت لسه في البدايه علشان دي اساسيات شغل. اي نعم الحاجات دي هتيجي معاكي او معاك مع الوقت، بس هتاخد وقت وزباين هتكون زعلت منك كتير، وخاصة لما تكون مبتدئ او مبتدئة كده اي حاجة مش مظبوطة بتلاقي لسه الناس ما خدتش ثقة فيك، يعني لسه الناس ما خدتش ثقة فيك او فيك علشان ما شافتش الشغل بتاعك وانت لسه في البداية. لكن لما ربنا كرمك كده ويكرمك وتاخد ثقة وتشتغل هتلاقي الدنيا معاك ماشية زي الفل، والناس هتجيلك من اخر الدنيا
وهنبقى نوريكم ان شاء الله برضو ايه شغل بسيط كده لينا، شوية حاجات كده على مقولكم كده من الشغل ليه، ونشوفوا الشكل العام يعني حاجة ما شاء الله تحفة. كده احنا خلصنا الجلابيه والفنش بتاعها طبعا هنفنشها بالمكوة. هتحس ان الجلابيه اكنك انت مفصلها للزبون لسه، وتحس ان هي حاجة يعني ما شاء الله. دي بعد المكوة تتفرج عليها. وإلى اللقاء، دي الفيديو إن شاء الله، إن شاء الله الجلابيه معانا دي سعودي، هنقفلها مع بعض من البداية للنهاية، وهتشوفوا شغل تاني خالص وحاجة محترمة جدا، وهنزل لكم برضو القص بتاع الحشو بتاع الجلابيه السعودي دي، وبكده نبقى قفلنا الجلابيه السعودي عشان إن شاء الله نخش في غيرها بإذن الله. وإلى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم.